سوف ننتقل إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية الصادرة لهذا الصباح وأيضا المواقع الإلكترونية. بداية هذه الجولة ستكون مع موقع أساس ميديا والذي عنوان لودريون العائد الخماسية غاضبة منكم. فكتب الصحفية الزميلة ملاك عائل: الكلمة المفتاح في كلام المفدي الفرنسي والعائد في أوائل الشهر المقبل هي أن الانسداد داخلي بحت. هذا ما يوافق عليه دبلوماسي تشارك دولته في اجتماعات اللجنة الخماسية قائلا: مخطئ من يعتقد أن واشنطن والمملكة العربية السعودية خصمان الفرنجية أو الرياض تسوق مع قطر حصرا لقائد الجيش. الأساس هو في سلة التفاهمات والإصلاحات وبرنامج الرئيس في التعامل مع ملفات حساسة وأهمها مسألة النزوح السوري، وذلك في مقابل ما وصفه لودريون بالغضب الكبير لإعطاء لجنة الخماسية من القوى السياسية اللبنانية. فثمة اطمئنان لدى مفاتيح القرار في الخارج إلى أن الوضع الأمني في الداخل لا يزال جيدا. ويقول مصدر لأساس: مدام الوضع الأمني ممسوكا يمكن الاستمرار أكثر باللعب في الوقت الضائع بانتظار نضوج الطبخة داخليا بإشراف الخماسية وإيران، مشيرا إلى مفارقة كبيرة واكبت حادث إطلاق النار على مبنى السفارة الأمريكية. فبعد أقل من 48 ساعة على وقوع الحادث رصدت السفيرة الأمريكية تتناول الطعام في منطقة الصيف في أحد المطاعم في وسط بيروت مع مجموعة من الأصدقاء وسط إجراءات أمنية بدت شبيهة بمسار تنقلاتها سابقا قبل وقوع هذا الحادث. من أساس ميديا سوف ننتقل الآن إلى الجمهورية، والتي أشارت في حديث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بري الجمهورية المشكلة الرئاسية لدى الموارنة. فباختصار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للجمهورية وردا على سؤال حول الملف الرئاسي: لم يعد لدي شيء جديد أقوله، المشكلة الرئاسية لدى الموارنة. أيضا في صحيفة الجمهورية: الخيار الثالث فرصة أخيرة للبنان، وهذا ما طرحه الموفد القطري. فالموفد القطري سعى لاستمزاج آراء الكتل النيابية بخصوص ثلاث مرشحين: قائد الجيش العماد جوزيف عون، النائب نعمت فريم، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مع أن اللواء البيسري بحاجة إلى تعديل الدستور أسوة بالعماد جوزيف عون. هذا وأكدت المصادر النيابية بأن الموفد القطري نأى بنفسه عن الالتفاف على مهمة لودريون وحاول استدراج من التقاهم لطرح أسماء مرشحين جدد، لكنه اصطدم بأن كل فريق لا يزال يتمسك بموقفه. هذا واستبعدت المصادر بأن يكون الموفد القطري طرح على الذين التقاهم استعداد قطر لاستضافة النواب في مؤتمر حواري أسوة باستضافتها للمؤتمر الذي عقد في أيار من العام 2008. فالتحرك القطري يبقى تحت سقف خارطة الطريق التي رسمتها اللجنة الخماسية لعله يساعد في تذليل العقبات التي تعترض الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريون في همومته في مسألة الشغور الرئاسي. سوف ننتقل الآن إلى صحيفة الأنباء الإلكترونية: رافضو الحوار يضعون أنفسهم في خانة التعطيل ترقبا لحركة القطرية ولقاءات الرياض. فقد علمت الأنباء أن الموفد القطري التقى الرئيس وليد جملاط عصر أمس الأربعاء في وقت أطفأ رئيس مجلس النواب نبيه بري محركاته الحوارية مؤقتا إفساحا في المجال للموفد القطري أن يكمل مشاوراته. وفي السياق توقعت مصادر سياسية مواكبة عبر الأنباء الإلكترونية أن تكون أجواء الاتصالات والتي يجريها الموفد القطري إيجابية لجهة البحث عن مخارج للأزمة الرئاسية، وأملت أن يكون الجانب القطري قادر أيضا على إقناع الثنائي أي أمل وحزب الله بالتخلي عن دعمهم لرئيس تيار المردة سليمان الفرنجي، لافتة إلى أن العقدة تبقى في كيفية الجمع بين ما يرضي الكتل المسيحية الذين التقوا فقط على معارضة وصول الفرنجي إلى سدة الرئاسة ولا شيء يجمع بينهم خارج هذا الإطار. وعليه لا رئيس في المدى القريب في ظل تعليق بري لمبادرته الحوارية وغياب أي حلحلة على المستويين الداخلي والخارجي، إضافة إلى تعنت بعض القوى المحلية لتبقى الأمال معلقة فقط على زيارة الموفد
القطري. بطبيعة الحال نهار البارحة كان نهار عطلة رسمية في لبنان وفي الدول العربية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبالتالي احتجبت الكثير من الصحف عن الظهور، ومعظم الصحف تداولت مسألة الشغور الرئاسي في الملف اللبناني. أيضا بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، نشرت جمعية الشفافية الدولية لبنان بيانا صحفيا قالت فيه بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات في 28 من شهر أيلول من كل عام، وجهت دعوة من جمعية الشفافية الدولية لبنان إلى الدولة اللبنانية، وهي للعمل الفوري على نشر المعلومات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في لبنان. فقد أرسل الموقعون 6 طلبات حصول على المعلومات للجهات الرسمية المخولة بالكشف عنها. الطلب الأول أرسل إلى وزارة المالية للكشف عن حجم الطوابع الموجودة في السوق اللبناني وآليات توزيعها. الموضوع الثاني وزارة الصحة العامة التبرعات العينية والنقدية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 والتي بلغت أرقاما كبيرة جدا. وزارة الأشغال العامة والتي طلبت فيها معلومات حول عقود شركة سيما سي جي ام في تشغيل حاويات مرفأ بيروت. أيضا وجهت كتابا إلى وزارة الداخلية والبلديات للكشف عن النفقات الانتخابية وتقديم قائمة من المرشحين الذين لم يقدموا تقريرهم النهائي حول تمويل الحملات الانتخابية. أيضا من الكتب التي وجهت كانت إلى هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية والتي طلبت فيه معلومات حول سجل البترول للشركات العاملة في هذا القطاع. ولكن يشير البيان بأنه منذ العام 2017 أي تاريخ تصويت المجلس النيابي على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات يلاحظ الغياب شبه التام لنشر المعلومات على المواقع الإلكترونية التابعة للإدارات والتعامل الانتقائي مع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمواطنين. وبالتالي تستغل الجمعية الشفافية الدولية للبنان هذه المناسبة لتجدد مطالبها للحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات الفورية للنشر الحكمي للمعلومات والمنصوص عليها في القانون أعلاه والمتعلقة بالقطاعات الحيوية في لبنان، خاصة تلك التي تتعلق بمجال الصحة والطاقة والمياه والشؤون الاجتماعية والغاز والنفط والأشغال العامة والتربية والبلديات.